قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. والجارديا كانوا تشرشر يا مركانو مصوتر. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. إخوتي الكرام، آخر خبر وصلنا أن المنتخب الوطني الجزائري وحسب القرعة تاع المباريات الفاصلة لكأس العالم للتأهل لكأس العالم يا خاوتي، طيحتنا مع البلد هذا اللي كرهنا في كرة القدم حقيقة، بلد الفضائح اللي صارت فيه مشاكل كبيرة في تنظيم كأس إفريقيا الأخيرة واللي هو منتخب الكاميرون. إخوتي الكرام ما تنساوش كالعادة ديروا جيم للفيديو هذا وصلوا الماكسيموم سكارة في كل الحاقدين على المنتخب الوطني الجزائري، وكاين جماعة من الناس راهي فرحانة لأنه طحنا مع الكاميرون وفي بالها أن الكاميرون هي من ستقصي الجزائر. فهمتوا يا خاوتي؟ كم فهمتوني شكون هما هذوك الناس بلا ما نزيدوا نحكيوا عليهم، هما التوانسة والمراركة يا إخوتي الكرام. المهم الجزائري يا خاوتي استقبل الخبر، كاين منهم لعجبوا الحال أنه طحنا مع الكاميرون واعتبرها بأنها انتقام على ما حدث في هذيك البلد المشؤوم جابوما يا خاوتي، وش حدث من كل المشاكل المتعلقة سواء بأرضية الميدان سواء يا خوتي بهذاك تاع قاسوا الصحفيين الجزائريين قاموا بعملية قريسوهم، وكاين جزائريين اعتبروها انها مؤامرة انه زادوا طيحونا في بلد الكاميرون وراح يلعبوا في الكاميرون وراح اخوتي الكرام يزدوا يلعبون على الساعة الواحدة ولا ساعتين ولا ثلاثة في الوقت وين تكون كاين السخانة ويلعبونا في ملعب جابوما. فهمتوا اخوتي؟ المهم انتم خليونا رايكم في التعليقات، كل واحد منكم يخلينا رايه في التعليقات حول هذه القرعة اللي حطت الكاميرون بمواجهة الجزائر. انا شخصيا اعتبرها بانها فرصة للانتقام من هذا البلد المشؤوم، من هذا البلد الذي وفر كل الوسائل الضرورية من اجل خروج المنتخب الوطني الجزائري. تقولوا لي كيفاش؟ نقول لكم فقط شوفوا الملعب يا خوتي، الملعب كارثة، الملعب للبطاطا ما يصلحش. من دون منتخبات كامل الا الجزائر اللي حطوها تلعب في ذلك الملعب. شفت المباريات منتخب المغرب، شفت المباريات المنتخب المصري والتونسي، كامل لعبوا في كيما نقولوا خوتي في استادات ملاح بزاف، خير من تاع ملعب جابوما هذاك. بلا ما ننساو توقيت المباريات، بلا ما ننساو يا خوتي انهم اختاروا لنا بلاصة وين كان يسكن فيها ايبوسي يا خوتي، وزعما داروها اللعنة وما على باليش. يا هو كي خرجوا اللاعبين بسلام من ذلك المكان رانا درنا انجاز. والله يا اخوتي غير اللاعبين الجزائريين منعوا من ذلك المكان، لذلك شفتوهم بعد نهاية المباراة مباشرة كامل يا خوتي راحوا باتجاه المطار، كامل راحوا باتجاه المطار. ولكن يا الكاميرونيين هاكم جايين، المباراة الأولى راح تكون إخوتي في الكاميرون لأننا في المرتبة الأولى، لأننا كما نقولوا في التصنيف الأول راح نلعبوا في الكاميرون وبعدها نلعبوا في الجزائر. كي تجيو للجزائر هنا نوريو لكم الزنباع وين ينباع، لعبوكم على العشرة تاع الليل في البيض أرواح أنت ولعب ولا في سطيف، لعبوكم في بلاصة اللاعبين تاعكم ما يقدروش يتحركوا. فهمتوا؟ انتم لعبتونا في السخانة، احنا نلعبوكم في البرودة. وكانوا الجزائريين متوقعينها انه راح نطيحوا مع الكاميرون، عديد الجزائريين كانوا يقولوا لنا جيبوا لنا الكاميرون، جيبوا لنا انا جبنا لكم الكاميرون نهار المباراة تفرجونا فيهم يا الجزائريين. كامل الاصطاد، اصطاد يتعمر، اصطاد يتعمر، نهبلوا عليهم. وكاين ناس راهي تقول ما نتأهلوش وما على باليش وتنشر في السلبية. يا صديقي ما تنساش انه هذو زوج مباريات، حتى لو كان خسرنا في جابوما يا اخوتي الكرام، خسرنا في جابوما ومن بعد رحنا الى الجزائر، في الجزائر سنتدارك، في الجزائر نلعبوا خير، خصوصا اذا وجدوا الملعب تواهرا يا اخوتي، ملعب رائع جدا، شفنا كامل الصور هذوك
ملعب فور بزاف يا خوتي. كنا نلعبوا في هذاك الملعب نلعبوا على الطريقة الأوروبية، على الطريقة المعهودة للمنتخب الوطني الجزائري. راكم شفتوا يا إخوتي غانا عطيناها طريحة كي لعبنا في قطر، لأنه كانت كل الظروف مهيئة لصالح المنتخب الوطني الجزائري. عطيناهم طريحة 3-0 يا خوتي، بلك ولا منتخب إفريقي الآن ربح بنتيجة 3-0 من غير الكاميرون اللي ربحت 4-1 في واحد الفريق حقراته على كل حال. وكاينين ايضا اللي اعتبروها بانه الوقت المناسب لعودة المنتخب الجزائري وللانتقام من كامل وجدرت لنا الكاميرون، وانا نشوفها كذلك اخوتي، نشوفها حقيقة فرصة لا تعوض من اجل ارجاع سمعة الجزائر الى مكانها، حتى لو ان سمعتنا لم تتزعزع ابدا باش نسكتوا الحاقدين. وشوفوا يا اخوتي المراركة طاحوا امام الكونغو الديمقراطية، باش تفهموا ان الكولة ساكينة في افريقيا، باش تفهموا ان استعمال هذوك الكريات هذوك السخونين يا اخوتي كاينين. كيف انت سبحان الله من كامل البلدان هذوك طاحوا مع الكونغو الديمقراطية اضعف بلد، روحوا ثاني للتصفيات تاعهم عمل لعبوا تصفيات كأس العالم لعبوها كامل في المغرب. اين هو العدل؟ ما كانش عدل هنا. على كل حال نسيت يا خوتي راهم مطبعين وعلى بالكم التطبيع وش يدير لهم، تطبيع يمد لهم بزاف امتيازات، لكن الجزائري خويا ما نطبعوا ما نتبعوا الصهاينة ما نشجعوا الصهاينة، ورانا الحمد لله وقادرين على شقانا ورح نتأهلوا. زكارة فيكم زكارة في كل واحد راهو ضحك على المنتخب الوطني الجزائري كي خرج، وراه مازال نستشفاو فيكم كي تخرجوا من كأس إفريقيا، لأنه ما راحش تطولوا بزاف يا المراركة ويا التوانسة، ما راحش تطولوا بزاف صدقوني، راح تخرجوا من الأدوار اللي راهي جاية بإذن الله. خارجين وراح نضحكوا فيكم. علاه نضحكوا عليكم؟ لأنه انتوما استشفيتوا فينا نهار خرجنا، انتوما درتوا فيديوهات ونشرتوها في مقاهي تونسية ومغربية وراكم فرحانين وحالتكم حالة. المهم يا خوتي من الأخر راح تكون مباراة حرب من الأخر خوتي، راح تكون مباراة ربما ما عشناش ضغط كيفها من غير المباراة هذيك تاع مصر يا خوتي وقت تأم درمانكم شافين. يعني وش حنقول لكم، لازم نساندوا المنتخب الجزائري من الاخر، لازم نساندوا المنتخب الجزائري حتى نتاهل الى كاس العالم. زكاره في هذو الناس اللي ارادت الاطاحه بالجزائر عن طريق انها دارت بزاف عفايس بزاف معيقات ضد تواجد المنتخب الجزائري في الكاميرون وفي الكان. فنقول لكم يا الكاميرونيين غير وجدوا روحكم مليح، لان الجزائر راح تنتقم منكم، رانا نستناو فيكم. تحيا الجزائر دائما وابدا. وخوتي انتم ثاني خليونا رايكم في التعليقات كما قلت لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.